كويس. اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده بساطه سهوله مرونه. كل بيسال على السوشيال ميديا الريش الكوستاليتا، عندي كيلو ريش في التلاجة يا شيف مغازي، عايز اعمله صينيه بالبطاطس، عرفني ازاي، ايه الطريقه السهله، ايه افضل طريقه ان انا اعمل بيها الريش في الفرن غير ان احنا نشويها على الفحم في ايام العيد وفي المناسبات. معايا ريش كوستاليتا النهارده، اللحم ضاني، حته لحمه ملبسه حلوه، ومعانا بطاطس متقشره ومحطوطه في ميه علشان ما تسودش معانا. معانا خرشوف النهارده، هنعمله طبق بالزيت صيامي لاخواننا المسيحيين، وازاي الخرشوف اطباق الفول اطباق الرز، نعمل اي اكله نعملها صيامي لها مدرسه ولها تكنيك عالي جدا. معانا الخرشوف النهارده هنعمله بالطماطم طاجن مع زيت الزيتون، هيعجب حضراتكم وله طعم مميز، والخرشوف غني بالالياف ومفيد جدا للجهاز الهضمي. معايا الحلو النهارده للامانه فواكه مشكله. دايما الكسكسي مع لحم العلوش، لحم العلوش اللي هو لحم الضانه والخروف يعني في بلاد العربية، ولكن الكسكس النهاردة هنعمله مع الفواكه، هنعمله حلو. دايما بنحب ناكله مع الزبيب أو الحليب، فأنا حابب النهاردة أعمل طاجن الكسكسي بالفواكه. معنا عنب ومعنا تفاح ومعنا كمثرى من خير أرضنا وقرفة وفانيليا وزبدة، هنشوف نعمله مع بعض إزاي، وهي فكرة جديدة وطعم جديد. خرشوف لسه الموسم بتاعه جاي، بنلاقيه على العربيات في قلب الشارع هنا في حواري مصر، شوارع مصر وفي الطرق، زيه زي الذره المشوي، زي التين الشوكي والحاجات دي كلها. وانا بكون مبسوط لان الخرشوف بره ده بيضرب له تعظيم سلام. الخرشوف بالدولار يعني غالي جدا. الخرشوفيه الواحده فيها ثلاث حاجات، بس انا سابق الوقت يعني. في منها الورق بيتعمل سلطه مع الصلصه الفرنسيه اللي هي زيت زيتون وعصير ليمون وتوم، تبقى لطيفه. بناخد قلب الخرشوفه بيتحشي لحمه مفرومه وممكن ان احنا نعمله سلطه. كعب الخرشوف ممكن يتعمل جراتان بالبشاميل او لحمه مفرومه. انا معايا النهارده الحاجات الحلوه ديت، قلب الخرشوف مش كعب الخرشوف. ايه الفرق بينهم الاثنين؟ قلب الخرشوفه بيبقى ورقي بالشكل ده كده اهو، حلو الكلام اهو، ده القلب بتاع الخرشوف. انما الكعب بتاع الخرشوف بيبقى زي البطاطس، تبقى ملحمه كده ونقدر نحشيها. هنقطعه مع بعض بالسكينه ونعمله طبق بزيت الزيتون والطماطم صيامي، ونشوف شفنا المقادير تمام زي الفل. نقطعه كده نصين، ده مجمد عادي ممكن تشتريه من اي سوبر ماركت، هيتعمل مع زيت زيتون وتوم في طريقتين، ممكن نعمله طاجن بالطماطم، ممكن يتعمل سلطه بزيت الزيتون وعصير الليمون زي ما انت عايز. الاطباق دي مشهوره في المطبخ اللبناني، انواع من انواع المقبلات، سعرها غالي شويه. أنا بعملها لك بطريقة سهلة وبسيطة. ده الخرشوف وده نعناع معانا هنحتاج له، وزي الفل، حلو الكلام. معايا طاسة بتسخن على النار، بحط في الطاسة دي شوية زيت زيتون، عايز أعمل طاجن خرشوف بالطماطم كده مع زيت الزيتون، حاجة حلوة. ومعانا من البصل بصلاية حلوة، باخد البصلاية دي يا عم الشيف بقطعها شرايح كده، عشان تبان شخصيتها مع الخرشوف. دايما البصل الأحمر بالذات من خير أرضنا بيدي إضافة لأي أكلة، بيزينها سواء بالطعم سواء بالشكل، حتى طبق الكشري ما بيسلمش منه. هناخد البصلية زي ما هي كده ونحطها مع زيت الزيتون، اللهم صل على النبي، ونديها تشويحة صغيرة، شربت زيت الزيتون، شفت الشقاوة بتاعة المطبخ وهي بتشرب زيت الزيتون. بنزل بحزبة الروزماري دي كده، حزبة الزعتر دي في قلبيها كده، شفت الجو ده كده. الله، قام زيت الزيتون يا عم الحاج شرب الايه الزعتر وريحة الزعتر، والبصلاية خدت الفليفر بتاع الزعتر. اللي قاعدين بيتابعوني دلوقتي هيقول لك الشيف المغازي ليه ما خدش ورق الزعتر وساب العروق؟ أنا بعد ما أخلص هاخد الفايدة منه وأرمي الباقي. شفت إزاي؟ وأسيب دول كده مع بعض على النار. معانا في المقادير طماطم مضروبة في الخلاط،
هنا زيت الزيتون مع البصلايه مع الزعتر خدوا طعم تاني، والبصلايه معايا اتفتتت بالشكل ده كده. وحط شويه الملح الحلوين، شويه البهارات من البابريكا الحلوه، معانا كمان شويه كمون، الخرشوف يحب الكمون، ونقلب ونشيل مع بعض العروق دي كده. خلاص خدت اللي انا عايزه منهم. ده المطبخ شياكة أناقة، إبداع. شكرا لمجهودك. ونقلب دول كده. حلو قوي يا شيخ، اتغيرت البصلة. معانا تومة، لأن الخرشوف مش هيقعد في النار كتير على فكرة. ده توم. شفت المدرسة؟ ريحة الزعتر مع التومة مع البصلة مع زيت الزيتون خدنا في حتة تانية. معانا من الطماطم شوية عصير طماطم. الله، نقلب. حلوة حلوة الصلصة دي يا عم الشيف. نقف عندها وقفة كده. ممكن تعملها مع فول نابت، ممكن تعملها مع خرشوف، ممكن تعملها مع فاصوليا خضراء. دي معلقة سكر خدت غلوة. خليكي في المطبخ كده زي ما انا شغال بغني. حلو. اخد الخرشوف بتاعنا الحلو ده كده بعد التقطيع الحلوة دي كده، ونسقطه في قلب الصلصة دي كده. شفت الحلاوة دي؟ ده طبق خرشوف بزيت الزيتون والطماطم. صيامي صيامي. نعمله باللحمة يا شيف؟ ممكن نعمله باللحمة، ويتعمل باللحمة المفرومة يبقى جامد جدا وطعمه مميز جدا. الله. اخواننا المسيحيين صايمين، ده طبقهم المفضل. خرشوف بالزيت، فول بالزيت الحار. نقلبه كده. الله، تاكلي صوابعك ورا. دي لحمه، ده خرشوف، ده زي اللحم، فيه كل العناصر الغذائيه، قيمته الغذائيه عاليه جدا. اكتر حاجه بيستفيد منها في الجسم يعني الجزء اللي في الجسم الكبد. الكبد بيفرح بالخرشوف، يقوي الكبد، ينقي الكبد، يشيل السموم من على الكبد. اللي عنده مشاكل مع الكبد يكسر من اكل الخرشوف. مين بيقول كده يا عم الشيف؟ العلم، حاسه العلميه سماهوس. هنسيب دي على النار ونقلبها، ونحط لها الشيشه الميه بتاعنا، ونغطيها زي ما هي كده. حلو الكلام. عملنا طاجن الخرشوف بالطماطم مع زيت الزيتون. صيامي 100%، صحي 100%، والصوره الحلوه بالوانها الحلوه المبهجه تتحدث عن نفسها. هنغطيها وناخد بعضينا ونجري. نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل مع الكسكسي. كسكسي مع فواكه مشكله بطعم الفانيليا والقرفه، ده اللي ما سمعناش عنه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. نعم، عينيا. عايز تشوف الخرشوف؟ اهو يا غالي، اتفضل، مش حرمك من حاجه انا. حلو، الخرشوف جاهز. هنبدا نعمل دلوقتي الكسكسي، مش هياخد مننا وقت. الخرشوف خلينا نغرفه، ايه رايك؟ جاي على بالي شويه خرشوف حكايه. الله على الريحه الحلوه، ريحه الزعتر هي الاساس في الطماطم اللي انا عملتها. خلي بالكم، نغرف الطبق ده هنا كده. دي طاجن الخرشوف، هنحطه هنا في المكان الحلو ده كده، ونشيل كل ده ملوش لازمة بقى. حلو الكلام. حاضر يا غالي. عينيا. يهمه الهوبر، يقول لي الريش فين؟ من ساعة ما دخلناها في السيجمنت الأولاني من أول الحلقة مش باين لها حس. راحت فين يا مغازي؟ حلقتنا النهاردة فيها بساطة، فيها سهولة، فيها مرونة، فيها حب للمطبخ،
فيها إبداع طهوي بأقل تكلفة ممكنة، يمكن بس الريش معانا شوية، يعني جبنا كيلو ريش عشان عندنا عزومة النهاردة، حماتي جاية تتغدى النهاردة، بتحب اللحمة الضاني، عملت لها صينية بطاطس بالريش على طريقة الشيف المغازي، وعملنا شوية خرشوف صيامي بزيت الزيتون والطماطم، أكل صحي، وعملنا طبق كسكسي بالفواكه حديث الساعة. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.